لما عجز شيعة باكستان عن الذهاب إلى القبر المنسوب إلى الحسين والوقوف يوم عرفة عند هذا الضريح، لأنهم يزعمون كما في روايات كثيرة ولا تخفى عليكم وعرضناها في حلقات كثيرة أنه من وقف في يوم عرفة عند القبر المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه كتب له 1,000,000 حجة ومليون عمرة، وفي بعض الروايات 2,000,000 حجة واثنين مليون عمرة. لذلك يريد الشيعة دائما ألا يقفوا يوم عرفة على عرفات ويقفوا عند ضريح الحسين رضي الله عنه. لما عجز شيعة باكستان عن الذهاب إلى هذا القبر وإلى كربلاء قاموا بصناعة وبعمل شكل خشبي على هيئة ضريح الحسين أو على هيئة كربلاء، ووضعوه في ميدان عام في باكستان وأخذوا يتبركون ويتمسحون به على أساس أنهم في كربلاء. انظروا الشرك يصل بأهله إلى أين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟